التطبيقات اللي سهلت تحيتنا بدلت تحيتنا. نحكي مع سعاد الهذيلي الخبير في البرمجيات وتكنولوجيا التحول الرقمي. سعاد المرحبا، هلا وسهلا. مرحبا بك ريم ومرحبا بك جميع المستمعين اكسبريس اف. شكرا لك سعاد. في البدايه خلينا نحكي شويه على هالبلاصه المكينه هذيه اللي خذيوها لي زابليكاسيون في حياتنا والاي مدي اليوم اون نو بو بلوس ان باسي فينالمون. صحيح، انتم اليوم موضوع مهم حكيتوا عليه هو الترانسفورماسيون ديجيتال او التحول الرقمي، لكن مش فقط التحول الرقمي، مش فقط للمستوى البزنس والشركات والاعمال والاقتصاد، حتى على مستوى الاشخاص لي زانديفيدو. احنا باش نحاولوا نحكيوا توا اكثر المواطن العادي، مش فقط في العمل نتاعو، مش فقط في جيستيون دي زافير، مش فقط في تحسين الشركه نتاعو، كيفاش المواطن العادي في حياته اليوميه ينجم التحول الرقمي يغير له حياته ولا يحسن له حياته، خصوصا اللي التحول الرقمي كما كنا نسمع اليوم وكما نسمع ديما ماهيش تكنولوجيا، ماهيش فقط اليد، هي زاده عقليه وهي رؤيه وهي تغيير نتاع حتى لايف ستايل، معناتها تغيير نتاع مود دو في نتاعنا، كيفاش نتعاملوا مع الاحتياجات نتاعنا اليوميه والاحتياجات نتاعنا حتى الاجتماعي. هذا هو جلوبال مود باش نحكيوا عليه. اكزاكتومون. دونك اليوم هل ليزابليكاسيون هذوما وهل التحولات الرقميه في اي مجالات اليوم موجوده، ومعناتها اكل بوان قاعد تبدل لنا في حياتنا، معناتها اسكو تمس المجالات الكل اليوم من حياتنا؟ هو أي. بالطبع هي منين خرجت الفكره ومنين خرج الاحتياج، هو انه اليوم فما اكسبريسيون نقولوها اللي هي اتوات اني تايم اني وير اني ديفايس. اليوم كيفاش ولا العالم تاعنا، ولا في ولينا الكل كونكتي للشبكه الرقميه، سواء شبكه الجوال ولا شبكه الانترنت، من اي مكان تقريبا في العالم، في اي وقت نجم تكونكتي تدخل في كونتاكت مع اي شخص في العالم، مع اي ابلكاسيون، ومن اي ديفايس، معناتها من اي اليه. وهذه اهم حاجه اللي نحكي هوني على الموبيليتي، اللي انت اليوم معناتها لا كونكسيون في مكتوبك في اي مكان تنجم تستحقها باش تقضي بها حاجتك. اليوم الحاجه كما كنا نقولوا شنو الاحتياج نتاعنا، من غاديك خرجت راهو الحاجه باش نفهموا كيفاش نجحت وكيفاش الامور قاعده تطور. احنا الاحتياج نتاعنا هي السوسي نتاعنا كل يوم، نحبوا نربحوا اكثر وقت، نحبوا نربحوا مجهود، نخدموا معناتها يعني احتياجاتنا اليوميه باقل مجهود، وحتى نحبوا نوفروا اموال، نحبوا نوفروا معناتها المصاريف نتاعنا. فاجمالا في ليزابليكاسيون موبيل اليوم بالحق قاعدين ممكن مش نستغلوا فيهم، ممكن نستغلوا في 5% من البوتنسيال الكبير في حياتنا اليوميه مره اخرى. ليزابليكاسيون موبيل نجم نحكي عليها نهار كامل، انا باش نحاول اجمالا نعطي هكا مقتطفات شكل العباد، خاطر بالحق انا بيدي شخصيا اكتشفت اللي انا مش قاعد نستغل في البوتنسيال الكبير هذايا باش نسهل حياتي اليوميه في الوقت في المصروف في كل شيء. اول حاجه ممكن نحب نقولها اللي اليوم لاباري موبيل نتاعنا هو فقط مش فقط معناتها هاتف، هو معناتها ممكن 100 اباري في اون سول اباري. ممكن باش نحكي اول حاجه ان ابليكاسيون ممكن مهمه واكيد بازيك في كل شيء اللي هي لاجندا. اليوم ممكن نعرفوا اللي عندنا معناتها اليوم حياتنا في العائليه المهنيه في كل مكان، نستحقوا برشا شكون يذكرنا. ديما نسينا مشكله نتاع ننسى وقتاش نخلصوا فينيات الكهرباء، وقتاش عيد ميلاد شخص قريب منا، باش نخلصوا مش عارف معناتها الاداءات نتاعنا ولا غيره، باش نخلصوا معناتها اي حاجه معناتها لورغانيزاسيون النظام اهم حاجه. اي هذه حاجه اكيد يلزم نتعلموا نستعملوها يوميا. واليوم حتى الاجندا اليوم حتى ماهيش فقط تحل تليفون وتكتب، بتنجم معناتها بالفوكال نتاعك معناتها باش خاطر العمليه اسهل من هذا بياسر. فوكالمون معناتها حتى تبدا ماشي تقول غدوه عندي رينيو مع الشخص الفلاني، غدوه باش نوصل بنتي للحفله الفلانيه، هذا مهم ياسر خاطر باش يربحك اول حاجه وقت ستريس واكثر اورجانيزاسيون. هذه حاجه حاجه ثانيه اكثر من هكا، هذه حاجه بازيك. اليوم الرقمنه على مستوى الشخصي نجموا زاد نطبقوها. اليوم اوراقنا الشخصيه تعرفوا احنا عندنا برشا اوراق ترميه كذا، من المستحسن يكون عندنا فما ابليكاسيون يكونوا سيكوريزي بالطبيعه وامنه فيها كل شيء، يكون عندنا نسخه رقميه نتاع كل الاحتياجات معناتها الوثائق نتاعنا الشخصيه والا الاداريه، ممكن تلحقوها في اي وقت في اي حاجه ايرجونس اس سويت. حاجه اخرى ديما احنا زاد مهمه ياسر في دينا الاشخاص هي الامن، هي السيكوريتي، هي وقت الايرجونس نلقاو نحبوا نلقاو حلول، فهذا مهم ياسر لينا احنا بشكل احنا نلقاو فيها حلول. كيف ليزابليكاسيون موبيل تنجم تعاوننا برشا؟ هوني اول شيء ليزابليكاسيون موبيل تخلينا نكونوا كونكتي افيك اي معناتها سيرفيس
دورجونس تخلينا نكونوا ديما موجودين باش نحاولوا نقربوا اكثر يمكن للسوليسيون هذوما. واضح. كسائق وي تفضل. سي عادل انا حبيت يمكن خاطر كيما قلت انت هي الامثله متعده ونجموا نقعدوا نحكيوا برشا 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 لكن حبيت نعرف بارابور ا سكي سباس دون لو مون تونس اليوم وين في هالمجال هذايا؟ شوف كما قلت لكم هي المسألة مسألة عقلية ومسألة معناتها ابرونتيساج سوسيال. تونس اليوم معناتها كما تشوفوا معناتها احنا فما مجهودات قاعدة تصير، ممكن كي نقارنوا روحنا مع بلدان أخرى نحسوا روحنا بعاد ياسر، لكن فما مجهود. نشوف أنا حتى خصوصا المجتمع المدني قاعد إلي تون تران دو معناتها فولغاريزي وديميقراطيزي معناتها ليزيسيون تاع الأبليكاسيون موبيل في الحياة اليومية. احنا اليوم تونس عندنا أول شيء أو نيفو معناتها ديفلوبمون دي أبليكاسيون معناتها موبيل، لي ستارت أب قاعدين يخدموا de plus en plus conscient ان هما يجمي يقدموا حلول رقميه موبيل جواله للناس بشكل هما يستغلوهم في حياتهم اليوميه. كيما تكون نجم تكون اون ابليكاسيون سامبل تاع حياتهم اليوميه، كيما تكون فما ديزابليكاسيون اليوم يعاونوك اللي انت تراقب معناتها الحاله الصحيه نتاعك، اللي انت تراقب معناتها الكومبورتمون تاع السياره نتاعك فيما يخص معناتها الكونسوماسيون نتاع معناتها الوقود ولا الكونسوماسيون حتى الانرجي نتاعها كل. كيما اليوم معناتها اليوم اكثر من هكا ليزابليكاسيون موبيل يسون كونيكتي معناتها دي زوبجي كونيكتي معناتها نحكيو على الانترنت اوف ثينكس. اليوم بالابليكاسيون موبيل نتاعك تنجم تعرف دارك اذا كان فيها مشكله نتاع انتروزيون سيكوريتي نتاع معناتها دوموتيك تبع اذا كان عندك يكومونس معناتها باش تصير لا يقدر حريقه ولا حاجه ثم غيشوفمون انورمال في ان دي زاباري في الدار نتاعك يعمل لك اليرت. كيف كيف لاباري موبيل نتاعك ينجم يكونكتي الكاميرات سيرفيونس في دارك ولا في المعمل نتاعك، مش نحكي حتى المواطن معناتها في داره. اليوم حتى لي زوبجي نتاعنا العاديين ياسر مفتاح تاع كهرباء مفتاح تاع دار ينجم يكون كونكتي، كي تضيعوا تلقى نوعا ما يكون عندك سوليسيون باش تلقى. وهذايا عندنا المشكل هذايا ديما معناها مفتاح الكهرباء ولا مفتاح الدار ديما تلوج عليهم وديما ما تلقاهمش، دونك سي فري كو سا نو شانج لا في. اما شنو بوتيتر اللي قعد خلينا اليوم مازلنا بعاد بارابور للي صاير في العالم؟ هل انه العقليه ولا مازلنا مش قابلين هل الاندماج الرقمي هذايا في حياتنا ولا شنو التفسير بوتيتر؟ هو فما هو حاجه اكيد فما اون ترانزاسيون معناتها ترانزيسيون دو جينيراسيون معناتها بالسيف علينا باش شاير باش يولي عادي. على كل حال الجيل الجديد اليوم ما شاء الله تشوفوه كيفاش معناتها يعرفوا هذا كله وعندهم هو حاجه اكيد من اللي هما عمرهم في 15 سنه 16 سنه يستعملوا لي زابليكاسيون موبيل في حياتهم اليوميه نفهموا اللي مساله وقت. اول شيء معناتها ممكن هوني ل 10 سنوات يكون معناتها شيء عادي ياسر، لكن صحيح هو فما كيما كنت نسمع من قبيلي حاجه معروفه ياسر اللي هي لا ريزيستونس او شونجمون معناتها بالطبيعه كل واحد يبدا حياته ممكن حياته كل مستانس بالطريقه هذيك مرتاح بها وكل يبدا عنده مشكله باش يبدل عاداته وكل. نجم يكون صحيح نجم يكون غلط معناتها صديقون واحنا كنا مختلفين في الكل، لكن هو كما قلت لكم هذاك اللي فرض انا اللي فرض نتاعكم انتم يعطيكم الصحه الاعلام اللي انتم تنوروا الناس على الحاجه هذه. وراهو تعرف كيما احنا راهو كيما كل واحد فينا لو كل واحد فينا يربح في نهاره خمسه دقائق نجموا نحسبوها حتى او نيفو معناتها فورس دو ترافاي نتاع الدوله انه كل واحد الدوله كل باش تربح وقت معناتها باش تايم از ماني كما نقولوا. اليوم حتى باش نحكيوا على حاجه ابعد من هكا ممكن يدخل فيها اللي هو نحكيو تو على ريل تايم ايكونومي معناتها اليوم الاقتصادات في اوروبا واللي هي معناتها يحبوا يطبقوها يقول لك مثلا المعاملات الاداريه التنقل باش تمشي تعمل معامله اداريه هذيك كل وقت ضايع ما يتحسبش على العمل. العمل الصحيح هو البرودكسيون مش معناتها تحويل المعلومات وكل، دونك هذا يدخل فيه خاطر هو كيما انت موظف ولا صاحب شركه كل كيما انت مواطن عادي في منزلك في عائلتك لازم يكون عندك نفس العادات، العادات التي تتطبقها في حياتك اليوميه باش تلقاها هي بدها تطبقها في العمل نتاعك. دونك كيما قلت لكم لا ترانسفورماسيون ديجيتال هي ماتوريتي ديجيتال قبل كل شيء نضج في مستوى العقليه في مستوى الرؤيه نتاع لي زوتي هذوما كيفاش انا نوفرهم لحياتي الخاصه بالاضافه الى الترفيه خاطر احنا اكثر حاجه نستعملوها توا بور لو مومون وي صحيح 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 اكزاكتومون. سي عادل ميرسي بوكو على سيت اناليز تري ابروفوندي، شكرا لك. ميرسي بوكو سي عادل اللي كنت معنا، يعطيك الصحه. يزربنا الوقت عندنا الاخبار، شكرا لك مره اخرى.
سعاد الهذيلي الخبير في البرمجيات وتكنولوجيا التحول الرقمي. كنا نحكيو على ليزابليكاسيون موبيل اللي بدلت وسهلت. تحيتنا مواصلين في البروغراماسيون سبيسيال كامل النهار على اكسبريس اف ام. ذكركم بالتيماتيك نتاعنا نحكيو على التحول الرقمي. مواصلين بعد الاخبار نحكيو على الايكوميرس, نحكيو على التجاره الالكترونيه مع سي وسام وسليتي المختص في التحول الرقمي والتجاره الالكترونيه, ونحكيو على الايكوميرس اون شيفر. بعد شويه نحكيو زيدا على الموبيل بيمنت, نحكيو على الخلاص عبر الهاتف. مدام عربيه عليا ديريكتريس دو بول اورغانيزاسيون اي سيستيم دانفورماسيون ريسبونسابل دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال دو لا بيانات, تكون معنا بعد شويه. نذكركم ابارتير من 11 نستناو تفاعلكم مع الموضوع نتاعنا. نحكيو على منظومه التعليم عن بعد, تجربه اللي تفرضت علينا منذ بدايه الجائحه هذه. اليوم تقييمنا للتجربه هذه, هل انه كانت تجربه ناجحه والا لي, وكيفاش اون بو ديفلوبي جوستمون منظومه التعليم عن بعد. نستناو تفاعلكم على الموضوع. مرحبا بتليفوناتكم اللي توصلنا على 71 725 1000. نحكيو على الخدمات العموميه الرقميه مع مدام روضه خليف مديره عمل تكنولوجيات المعلومات بوزاره تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. واخر ضيف يكون معنا لو فونداتور دو سمارت بوكس محمود بلغيث. نحكيو على اون ستارت اب اللي تخدم في خدمه كبيره, ونحكيو على لو بروتوتيب اللي تم اطلاقه قريبا اون يونيتي دو ديبيستاج اي دو فاكسيناسيون موبيل. يكون معنا من بعد شويه لو فونداتور دو سمارت بوكس. اذا في شنو مازلنا مواصلين معاكم ونحكيو في كل هذه المواضيع حتى النص نهار. خليكم معنا, لكم موعد مع الاخبار تقدمهم سهيلة سمعي وراجعين. جورني سبيسيال.